الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مع هذه الإطلالة الجميلة، مع هذا الصباح الجميل، نرحب بحضراتكم وعبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياس الناقلة لهذه الأحداث المهمة، لهذه الجائزة الكبيرة، لهذه المكارم المنتظرة والمعتادة، حيث بعد قليل تعلن بإذن الله تعالى أول انطلاقات هذا الكرنفال، هذا المهرجان، هذه الرياضة العربية الأصيلة التي أسسها مؤسس هذا الوطن الغالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. رحمك الله يا زايد، مكارم زايد وفضل زايد ما زال مستمرا حتى عصرنا هذا، فهذا الدعم الكريم وهذا الدعم السخي الذي نسير عليه ويسير عليه أبناء زايد بتوجيهات زايد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، على نفس النهج وعلى نفس التراث ونفس الدعم والتطور الكبير لجائزة زايد الكبرى بالتوجيهات الكريمة والسامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وأطال الله بعمرك يا أبا خالد وجعلك ذخرا لنا يا رب العالمين. اهتمام كريم وكبير وسخي من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الديوان الرئاسة، حفظه الله ورعاه، ولا ننسى ذلك الاهتمام الدائم والإشراف الأبدي من قبل سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، حفظك الله يا أبو حمدان، حيث تعلن هذه الانطلاقة الكبيرة، حيث تعلن انطلاقة مكارم زايد في كل مكان في تراثنا في رياضتنا العربية الأصيلة. اجتمع أبناء الخليج لأن مكارم زايد تعم العالم بأكمله، حيث الشوط الرئيسي الأول من مجموعة أشواطنا العشرين في صباح هذا اليوم للأربع كيلومترات لفئة الحقايق وتسعيرة هجن الرياسة الثالثة، مكارم الرياسة في كل مكان، انطلاقة سليمة وموفقة بعون من الله ثم بجهود اللجنة العليا المنظمة لاتحاد سباقات الهجن برئاسة سعادة عبد الله بن مبارك المهيري. على الله نتوكل ونتمنى التوفيق، وأن نبارك للجميع من يقود المقدمة من يقود الصراع. أمجاد يا أمجاد في يوم الأمجاد في يوم للأبطال، أمجاد تقود المقدمة، سعيد بن سالم الجديلي القادم من سلطنة عمان الشقيقة يقود المعركة في صباح يوم الجمعة في 25 من نوفمبر افتتاح للمهرجان، وبدأوا أبناء السلطنة المتسلطنين المركز الثاني
القدوم والوصول والانضمام هنالك مسيرة، ويقدم لنا مسيرة راشد بن سالم الغيلاني. ولكن التغيير من نيران وشبت يا بن رشيد عبيد بن سلطان بن رشيد الاكتبي، يقدم لنا نيران المركز الثالث، شعار الغيلاني الكبير يقدم لنا شعار مع مسيرة، وراشد بن سالم الغيلاني المركز الرابع. القدوم والانضمام من سهرة، وصلكم بن السهران علي بن راشد بن مسلم العمري. المركز الخامس بن منانة وشعار القادم مع مرموق وسالم بن سعيد. بن منانة يقدم شعار بينما القادمة الواصلة المنضمة الهائلة راشد بن عبد الله بن سالم السعدي. المركز السابع القدوم من دلمة ومانع بن علي بن حماد الشامسي. المركز الثامن شعارك يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المحيري مع الشامخة. وتاسعا القدوم مع شعار سعيد بن يعقوب السعدي. وعاشر المراكز المنضمة انذار مع المركز العاشر وسليمان بن سيف القادم بكل قوة رشيدي. ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى نيران يا بن رشيد. نيران يا دكتور، دكتور للأصايل، دكتور للأصايل في كل مكان في كل زمان. بن رشيد وذكرياته، بن رشيد وإنجازاته، بن رشيد ورموزه، بن رشيد وكؤوسه، بن رشيد يقدم لنا نيران. نيران نيران عبيد بن سلطان بن رشيد الاكتبي يفتتح الكيلو الأخير، يفتتح الشوط الأول الشوط الرئيسي بأغلى المهرجانات. الجديل قادم مع المركز الثاني، يقدم لنا شعار مع أمجاد سعيد بن سالم الجديلي. أبو الخطاب يقدم خطاب، يقدم خطاب، لكن بن رشيد بن رشيد هل من مزيد، هل من مزيد يا مالك نيران. نيران وأمجاد، أمجاد ونيران، أمجادك أمجاد، بطولاتك بطولات، تاريخك مرصع بالذهب يا بن رشيد يا ذهب، بن رشيد يا ذهب. الكاسات تعرف هذا الشعار، الذهب يعرف هذا الشعار. عبيد بن سلطان بن رشيد الاكتبي، نيران وشبت اول المكارم، اول المكارم، يظهرون اهل المكارم، يظهرون اهل المكارم، اهل العزايم، اهل البطولات. من ليس له ماضي لا حاضر ولا مستقبل له، قالها زايد واكدها بن رشيد. دكتور الاصايل مشكور يا بن رشيد مشكور باسم الجمهور. المركز الثاني امجاد سعيد بن سالم الجديلي. المركز الثالث كان الوصول مع لوسلين لسعيد بن يعقوب السعيدي. المركز الرابع الوسمية مع المركز الرابع معيض بن محمد بن مانع اليامي. ورابع المراكز ام المركز الخامس، نعم المركز الرابع اليامي، وخامسا المسك لسهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. هكذا متابعين الكرام يدون التاريخ افتتاح المهرجان بقيادة دكتور الأصايل. 5:56.4 من الثانية توقيت نيران. تهانينا لعبيد بن سلطان بن رشيد الاكتبي دكتور الأصايل على هذا الانتصار. المركز الثاني
خمس دقائق وتسعة وخمسين وسبعة أجزاء من الثانية أمجاد. تهانينا لك يا أبو الخطاب سعيد بن سالم الجديلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث ست دقائق وثانيتين وثلاث أجزاء من الثانية. لوسلين مع المركز الثالث سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي. هكذا متابعينا في كل مكان المنافسات المثيرة والكبيرة. ست دقائق اربع ثواني وجزئين من الثانية. صاحبة المركز الرابع ضيف عزيز قادم من المملكة العربية السعودية مع